السلام عليكم يا سنة خمسة، معانا النهاردة مادة الرياضيات وهنتكلم مع الوحدة الثانية وحدة المعادلات، ومعانا الدرس الأول التعبيرات الرياضية. تعالوا كده نشوف ايه هي التعبيرات الرياضية. دلوقتي هنتعرف يا سنة خمسة على التعبيرات الرياضية. أول حاجة عندنا اسمها التعبيرات العددية. بيقول لنا التعبيرات العددية دي هي جمل لا تتضمن رموزا، زي مثلا في المثال اللي عندنا 17 زائد 13 بتساوي 30، 27 ناقص 10 بتساوي 17، 3 في 7 بتساوي 21، 45 على 9 بتساوي 5. دي كلها جمل لا تتضمن رموز. 17 زائد 13 عدد زائد عدد بيساوي 30 بيساوي عدد، 27 ناقص 10 عدد ناقص عدد بيساوي 17 عدد، 3 في 7 3 عدد في 7 عدد بتساوي 21، 45 على 9 بتساوي 5. يبقى دي أول حاجة من التعبيرات الرياضية سنة 5، حاجة اسمها التعبيرات العددية، وهي الجمل التي لا تتضمن رموزا زي ما خدناها في الأمثال الموضحة قدامكم دلوقتي. تاني حاجة من التعبيرات الرياضية سنة 5 عندنا التعبيرات الرمزية. بيقول لنا التعبيرات الرمزية دي هي جمل رياضية تتضمن مجهولا يعبر عنه. يبقى هي جملة رياضية بيكون فيها مجهول، المجهول ده أنا بعبر عنه يا إما بشكل معين زي المثال اللي تحت ده، مربع زائد 3 بتساوي 4، مثلث ناقص 5 بتساوي 11. أنا هنا عبرت عن المجهول اللي عندي بشكل إيه؟ بشكل معين، أو إن أنا أعبر عن المجهول اللي عندي برمز معين زي مثلا حرف من حروف الهجاء زي الأمثلة اللي قدامنا، س زائد 3 بتساوي 4. أنا هنا عبرت عن المجهول بتاعي بالرمز س، أو المثال اللي تحتيه 2 في ص بتساوي 12. أنا هنا عبرت عن المجهول اللي عندي بالرمز إيه؟ بالرمز ص. يبقى دلوقتي التعبيرات الرمزية هي جمل رياضية بتتضمن مجهولا، المجهول ده أنا بعبر عنه يا إما بشكل معين زي الأمثلة اللي قدامكم، أو برمز معين والرمز ده بيكون حرف من حروف الإيه؟ حرف من حروف الهجاء. طيب تالت حاجة عندنا التعبيرات اللفظية. التعبيرات اللفظية وهي تعبير عن الجملة الرياضية بالألفاظ. يعني أنا دلوقتي عطيالك جملة رياضية وعايزاك تعبر لي عنها بالألفاظ، زي مثلا س زائد 2 بتساوي إيه؟ بتساوي 5. طيب أنا عايزة أعبر عن الجملة الرياضية اللي قدامكم دي بالألفاظ، أعبر عنها لفظيا. فيبقى الحل اللي قدامنا ما العدد الذي إذا أضيف إليه 2 كان الناتج مساويا 5. العدد ده اللي هو س اللي هو المجهول اللي عندي فوق، فأنا قلت عليه ما العدد الذي إذا أضيف، إحنا قلنا أضيف يعني إيه؟ يعني علامة الزائد، أضيف إليه كام زي موجود في المثال، أضيف إليه 2 بتساوي كام؟ بتساوي 5. فهعبر عنها وأقول له ما العدد الذي إذا أضيف إليه 2 كان الناتج مساويا 5. وده كده تالت حاجة اللي هي التعبيرات اللفظية. هنيجي بقى نطبق على الكلام ده. هيجي يسألك يقول لك اكتب تعبير الرمزي المناسب لكل مما يأتي. ما العدد الذي اذا طرح منه 4 كان الناتج مساويا 7؟ طيب العدد ده انا هرمز له باي رمز؟ س ص ع لام. فانا هنا رمزت له بلام. طرح منه يعني انا طرحت من العدد ده، يبقى ايه؟ ناقص. طرحت منه كام؟ 4، يبقى ناقص 4. كان الناتج مساويا 7، كان الناتج دي معناها بيساوي كام؟ بيساوي 7. يبقى الحل بتاعي لام ناقص 4 بتساوي ايه؟ بتساوي 7. ده كده اول مثال عندنا سنة 5. المثال التاني بيقول لي ما العدد الذي اذا ضرب في 2 كان مساويا 14. انا هنا رمزت للعدد بتاعي بعين، العدد ده انا ضربته في 2 يعني في 2 كان الناتج مساويا كام؟ مساويا 14. يبقى 2 في ع بتساوي 14، او ممكن اقول له ع في 2 بتساوي ايه؟ بتساوي 14. يبقى انا برمز للعدد اللي هو المجهول بتاعي باي رمز انا عايزاه. فانا هنا رمزت له بايه؟ رمزت له بعين، وهو قال لي اذا ضرب في، يعني ايه؟ يعني علامه ضرب. طب ضربته في كام؟ في 2، كان الناتج مساويا كام؟ 14. او ممكن يقول لنا تعبير تاني، او ما العدد الذي ضعفه يكون مساويا للعدد ايه؟ 14. طيب
عدد اللي هو عين ضعفه يعني 2 عين، كان الناتج مساويا كام؟ 14. يبقى 2 عين بتساوي 14. دي صيغة تانية للايه؟ للسؤال. المثال اللي بعد كده بيقول لنا العدد سين مطروحا منه 3. العدد مين؟ العدد سين مطروحا منه، يعني سين هي اللي طرحت منها. طرحت منها كام؟ طرحت منها 3. اخلي بالي عشان في سين بنقولهم مطروحا منه ومطروحا من. هنا مطروحا منه يبقى سين هي الاول، يبقى الحل بتاعي سين ناقص 3. المثال اللي وراه العدد صاد مضافا اليه 5. احنا قلنا ان العدد بتاعي هو هنا مين؟ قال لي صاد مضافا اليه. احنا قلنا مضافا اليه يعني زائد. مضافا اليه كام؟ مضافا اليه 5. يبقى الحل بتاعنا هنا هو صاد زائد 5. ده الحل ايه؟ الحل بتاعي. اخلي بالي مضافا يعني ايه؟ مضافا يعني زائد. السؤال ده بيقول لنا عددان احدهما ضعف الاخر واحدهما ميم، ما العدد الاخر؟ واحد ضعف التاني. طب واحد منهم بيرمز له بالرمز ايه؟ بالرمز ميم، والتاني ضعف الاخر، فالحل بتاعي هيكون 2 ميم. يبقى هنا هو عطاني قال لي واحد ضعف التاني، فهيبقى الحل بتاعي 2 ميم. المثال اللي بعد كده بيقول لنا 9 مطروحا منه 4 امثال العدد عين. 9 نزلتها مطروحا منه، مطروحا منه يعني مطروح من 9. مطروح منها كام؟ يعني 9 ناقص 4 امثال العدد عين. 4 امثال العدد عين يعني 4 عين. يبقى الحل بتاعي 9 ناقص 4 عين. المثال ده بيقول لنا وفرت سوزان سين من الجنيهات واعطاها والدها 10 جنيهات، فيكون معها هي وفرت سين من الجنيهات، عطاها والدها، عطاها زائد عطاها كام؟ 10 جنيهات. هيكون معاها قد ايه؟ يبقى الحل بتاعنا سين زائد 10. هي وفرت سين من الجنيهات واعطاها، يعني انا زودت على اللي هي وفرته. طيب عطاها كام؟ 10 جنيهات. يبقى هيكون معها اللي هو اللي معاها بقى كله هتبقى اللي هي وفرته، سين زائد اللي عطاه لها والدها 10، يبقى سين زائد 10. المثال ده بيقول لنا ضعف العدد سين مطروحا منه 3. ضعف سين احنا قلنا ضعف ضعف العدد يعني ايه؟ 2 سين. ضعف العدد سين يعني 2 سين. مطروحا منه يعني مطروحا من الاتنين سين دي كام؟ مطروح منه 3. يبقى 2 سين ناقص الايه؟ ناقص 3. يبقى المثال ده بيقول لنا ضعف العدد سين يعني 2 سين مطروحا منه يعني مطروح من الاتنين سين دي 3. فبالتالي هيكون الحل بتاعنا 2 سين ناقص 3. المثال اللي بعد كده سنة 5 بيقول لنا عددان سين وصاد مجموعهم 20، فإن صاد تكون هتكون ايه؟ عددين. انا معي عددين سين وصاد، مجموع سين وصاد دول كام؟ 20. طب لو انا عايزة بتساوي ايه؟ يبقى صاد هتساوي 20 ناقص السين، هتساوي 20 ناقص الايه؟ ناقص السين. يبقى انا عندي عددين سين وصاد مجموعهم هما الاتنين كام؟ 20. هو عايز تعرف الصاد بتساوي كام؟ يبقى الصاد هتساوي 20 ناقص الايه؟ ناقص السين. المثال بيقول لنا عددان الفرق بينهما 7 واصغر واصغر هذين العددين صاد، فان العدد الاكبر هيكون عددين الفرق بينهم 7 واصغر هذين العددين الصغير فيهم صاد، فان العدد الاكبر هيكون صاد زائد الايه؟ صاد زائد 7. يبقى انا عندي عددين الفرق بينهم 7 واصغر هذين العددين الصغير فيهم هو مين؟ صاد، فانا عايزه اعرف العدد الاكبر هيكون ايه. يبقى الحل بتاع المساله دي هقول له ان صاد اللي هو الصغير زائد الفرق بينهم اللي هو مين؟ 7، يبقى صاد زائد 7. السؤال ده بيقول لنا تلت عدد مضافا اليه 7، ت
تلت عدد، العدد ده هرمز له وليكن برمز س، تلته يعني تلت س، مضافا اليه احنا قلنا مضافا اليه يعني زائد، اليه كام؟ 7، يبقى تلت س زائد الايه؟ زائد 7. يبقى المثال ده الحل بتاعها تلت س زائد 7. المثال اللي وراه بيقول لنا عددان احدهما ثلث الاخر، واحد العددين س يكون الاخر واحد، واحد منهم بيكون تلت التاني وواحد منهم س، فهيكون العدد الاخر هو عبارة عن ايه؟ س على التلاتة. يبقى العدد الاخر هيكون س على التلاتة. وبكده يا سنة خمسة يبقى نهينا درسنا النهاردة درس التعبيرات الرياضية، عرفنا ان احنا عندنا تعبيرات عددية وتعبيرات رمزية وتعبيرات لفظية، واخدنا امثلة على الكلام ده، واتمنى تكون استفدتم، والسلام عليكم.